مرحبا جميعا، اليوم راح يكون مشوارنا على واحد من المعالم المعمارية اللي الكل قاعد بيستنى فيه انه يخلص، خاصة في الوسط المعماري وخاصة عند الدول العربية وخاصة عند الشعب او الدولة القطرية. المعلم المعماري اللي راح نزوره اليوم هو الوكرة ستاديوم باي زها حديد اركيتكتس. الوكرة ستاديوم الكل كان بيستنى فيه عم يخلص، وواحد من 8 من الستاديومز اللي راح تستضيف كأس العالم 2022 ان شاء الله في دولة قطر، واللي راح يكون واحد من المعالم المعمارية الاتراكتيف اللي راح تشد الناس كلها لها. اليوم راح نشوف ايش هذا الستاديوم، كيف افتتاحه، وراح يكون اليوم في مباراة. هاي المباراة راح تكون بين فريقين السد ولد حيل، بين فريقين السد ولد حيل، ونشوف اليوم مين راح يتوج في نهائي كأس الامير ان شاء الله في دولة قطر. بالتوفيق للفريقين، وبنحب نهني الشعب القطري على هذا الانجاز، صراحه هو انجاز معماري لطيف. لكن يمكن علينا او عندنا ماخذ عن هذا الانجاز المعماري انه الشتات والمناظير اللي شفناها على الانترنت كانت مغايره للواقع اللي شفناه على او للاستاديوم اللي شفناه على الواقع. انيويز هلا بنشوفه مع بعض وبنشوف شو اراكم بهذا الاستاديوم. الاستاديوم هو عباره عن ملعب او عباره عن استاد مونديالي سيستضيف كأس العالم، يتسع ل 40,000 متفرج، يقع في مدينة الوكرة على بعد 10 مايل عن مدينة الدوحة. تقدر توصل له سواء بالسيارة أو بالتاكسي أو في الباص أو في المترو اللي تم افتتاحه مؤخرا في دولة قطر. ال 40,000 متفرج بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 إن شاء الله راح يتم تنزيل العدد أو السعة ل 20,000 متفرج. طبعا هذا الاستاديوم أثار جدل كبير وجدل واسع في الوسط المعماري أو في الوسط بين الناس أساسا، من ناحية شكله وإيش بيشبه وشو كان قصد المهندس المعماري من هذا التصميم. لكن التو كونسبتس اللي الكل قاعد بيناقش فيهم فعليا لهذا الملعب أو لهذا الاستاد أو لهذا الاستاديوم، هو واحد بيحكي لك إنه هاي عبارة عن انعكاس للصدفة، واحد بيحكي لك هي انعكاس القوارب التراديشنال او القوارب الصيد التقليديه الموجوده في دوله قطر واللي اسمها داوز، وهذا يمكن اقرب للواقع من طبيعه عيشتي في دوله قطر. انا شايف قديش هذه القوارب لها رمزيه في دوله قطر، فاتوقع انه اقرب لانه تكون حاولت انها تعكس هاي القوارب. وطبعا موضوع الصدفه برضه ممكن يكون موجود. شوف الاستاديوم واحكي وشوف شو رايك انت، اذا في عندك ability للنقد المعماري انك تشوف شو اللي كان التصميم، شو الكونسبت، ليش تسوى هيك، وهل هو فعليا انعكاس لهذا الكونسبت او لا. مرحبا جميعا، اليوم افتتاح استاد الوكرة. استاد الوكرة اللي هو تصميم مهندس زها حديد، واللي هو هذا كثير مبين كثير بعيد. هلا لما نروح لعنده بنشوف كيف.